السلام عليكم ورحمة الله. أنا أمينة من طنجة. شكرا لكم بزاف اللي حسيتوا بيا وجيتوا لعندي باش تسمعوني. وشكرا لك الأخ يوسف بزاف لأن تواصلت معاك شحال هذه وما كتبش. الله الحمد لله دابا جيتي لعندي. شكرا لك بزاف على الإحساس ديالك الطيب وشكرا للأخ اللي جا معاك. المهم مش غنقول لك أنا صراحة مرتبكة ما عرفتش منين غادي نبدأ، ولكن شحال هذه مهم اللي جينا لطنجة دابا تكون شي 9 سنين أو 10 سنين هكاك. جينا باش نخدمه في حالنا في حال كاع الناس، يعني مدينة ديالنا صغيرة عندنا واحد الخميسات ما فيهاش ما يدار، قلنا نجيو هنا يا زعما نقلبوا على راسنا بحال الناس. أنا عندي دبلوم الحلاقة، رجلي خدام حمال كيمشي مع البناية جليجية اللي كان. المهم جينا لهنايا الحمد لله بدينا في الأول على أحسن ما يرام، معاونين أنا وياه، أنا مكافية مع الوقت مع الوليدات وهو كذلك مع الدواء ديال الوالدة الله يخليها ليا، وهكا غاديين حنا مزيان الحمد لله. حتى كتب الله وطحت وتهرست، مهرسة دابا من رجلي بجوج، وعندي رجل اليمنية ديالي دايرة فيها الحديد، ديك الشيء اللي خلى هاد الحديد هذا ما عرفتش شنو اللي وقع ليا. المهم ما قدرتش نتمشى، دابا ما كنتمشاش على رجلي، عندي غير الكروسة. أيه ولكن هو دابا الطبيب أنا قال لي خاصني واحد الصباط، وديك الصباط جاني غالي بزاف باش ما نقدرش نشريه، وخاصني ترويض، وأنا هاد الشيء هذا ما درتوش. دابا ما كنقدرش نوقف على رجلي، يعني أنا كنشقى دابا كنجلس وقدامي الطبلة كيجيبوا لي أولادي كلشي قدامي كنقضي وأنا هكا، وشغل ديال الدار هكا كيتعاونوا وليداتي مع باهم، هذا هو اللي كاين. ودابا مهم اللي جلست أنا رجلي صافي تزير بزاف، وملي من لقيت كورونا لهنا دابا مول الدار كيسالنا عام ديال الكرة، عام وشي حاجة ديال الكرة، مشاو دعاوني ومشيت أنا عادي، مشيت غادي نواجه السلطات بأي وجه كان، مشيت لعندهم، مشيت هنايا للدائرة فين عيطوا لي البوليس، ولكن الصراحة غير شافوني ما قالوا لي ما عرفناش باش غادي شنو نقولوا لكم، ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاك. صراحة تعاملوا معايا مزيان، ما سولونيش حتى كثرة الأسئلة بزاف. المهم فاش مرض ولدي كان شحال هادي دار العملية الأولى ملي دارها كان ديناه الكازا دارها، المحسنين اللي عاملونا في العملية الأولى حتى جمعنا الفلوس، مشينا ديناه للطبيب في الكونترول ديالو ديال من بعد العملية الأخرى، قال لنا دابا صافي من بعد عام خصو يدير العملية الأخرى، العملية الأخيرة والنهائية ديال ديكشي اللي عنده صافي نكملو له. قلنا له صافي واخا، انا كنت كيسحب لي على ان ديك العمليه محسوبه على الثمن الاول ديال العمليه الاولى، ملي مشينا رجعناه عطانا الدوفي فيه 7.5 مليون. المهم الحمد لله كنا تزيرنا وما عرفناش كيفاش نديرو، حتى لواحد النهار انا درتها في الفيسبوك، عيطت لي واحد السيده قالت لي هادشي اللي كتقولي واش كاين بصح، قلت لها اجي تشوفي بعينك. جات لعندي شافت كل شيء، صافي عيطت على واحد السيده واحده اخرى انا ما عرفتهاش، السيده اللي دارت العمليه ما عرفتهاش شكون هي. المهم الله يجازيها بخير، وما حد ولدي كيكبر وما حد الفضل كيرجع ليها وجميع المحسنين اللي عاونوه. وصافي مشات عند داتو، هي مشات هي وياه وراجلي داوه للطبيب ديالو اللي دار له العمليه الاولى، دوزوا ليه صافي. قال لها الطبيب صافي ابتداء من غدا يجي ناس، لان السيده صافي تيرات له الشيك داز كل شيء، قال لها ابتداء من غدا يجي ناس. صافي داوه الاربع، الخميس داروا له تحاليل، الجمعه دخلوه للعمليات، دار العمليه الحمد لله دابا راه مزيان، ولكن دابا محتاج الادويه ومحتاج الفيتامينات. الشيء اللي تزيرنا دابا لان دابا حاليا راجلي مريض، جاتو الحساسيه، عنده كل عام في هذا الوقت كتجيه واحد النوع ديال الحساسيه صعيب شويه، ما كيقدرش يخدم. دابا جاتو عندي هاد البنيته الصغيره حتى هي مريضه، الوالده مسكينه حتى هي عاد دايره واحد الكسيده مهرسه من كتفها راه دايره الحديد، حتى هي الا بغيتي تشوف كتفها راه عاد دايره كسيده، وكدير مسكينه دواء الروماتيزم، الا ما دارتش واحد البوماده واحد الكينه ما كتوقفش على رجليها. انا فاش كنت خدامه كنت الحمد لله مكافيه مع هذا الشيء، ولكن دابا والو
لدرجه انني هزيت الثلاجه ديالي ديتها بعتها، هزيت الفراش ديالي، زربيه، ماريو، بيت النعاس كامل مشيت ديته وبعتو. كاع الحاجه اللي كتسوى الثمن مشيت ديتها بعتها باش كنتقضى، باش كنشري الدواء، باش كندير شي حاجه. دابا صافي ما بقى ليش ما نبيع، لان اصلا خليت داكشي اللي ما كيسوى حتى شي حاجه بالمره. وانت تكون في شي بلاصه وتكون براني فيها، من طبيعه الحال ما غاديش تلقى اللي يعتقك بصفه نهائيه. ما لقيناش دابا سيمانه ما لقيتش باش نكون مع ولادي، وعندي البنيته مازال كتشرب الحليب، باقا ما وصلاش يلا عندها عام ونص، باقا كدير لي كوش. الفارماسيان كيتسالني قطع لي ما بقاش بغى يعطيني. مول الحانوت قال لي الله يسامح غير ما بقيتش ترجعي لعندي. صافي داكشي اللي كان سالك الله يسامح فيه، انا شايف الظروف غير صافي ما بقيتش نزيد نعطيك. المهم هذاك السيد يعني سمح من القلب ديالو، انا عارفه الله يجازيه بخير. دابا المشكل عندي هو انني باش نكمل مع وليداتي والدواء ديال الوالده وندير انا الترويض ونوقف على رجلي، انا بغيت ندير الترويض نوقف على رجليا باش نخدم على ولادي، هادشي اللي بغيت. وبغيت ولدي دابا هو دار العمليه، ولدي عنده 5 سنين ونص وباقي ما مختنش. انا ما كرهتش غير ولدي تختن، هاد المساله كضرني في راسي اكثر من اي حاجه اخرى. ولدي دابا كبر ويعني من هنا لقدام غادي يتختن، دابا غادي يعني غيحس بالم ماشي فاش بحال فاش يكون صغير. ومن قبل الظروف ديال المرض ديالو هي اللي خلاتنا اننا ما نختنوش. ودابا الطبيب ديالو ديال القلب قال لنا الا بغيتو تختنوه خصو يتختن بالليزر، والختانه ديال الليزر راه كلشي غادي يكون عارف الثمن ديالها شحال داير. ما عنديش ليها الامكانيه، انا ما عنديش. انا واحد البنت اللي قالت لي سولت هنايا في شي كلينيك هنا قال لها 1500 درهم بلا الكرة. كلينيك واحد اخر قالوا لها 1000 درهم. المهم يعني داكشي انا ما قداش عليه، داكشي ما عنديش ليه امكانيه. كيفاش غادي ندير انا؟ كيتقطع قلبي عليه وعلى الوالده ديالي. انا بغيت الناس المحسنين يعاونوني باش مسخهم الله، واللي بامكانه يعاونني في شي حاجه هو كيشوف كل شيء ويجي يشوف بعينيه. بغيت ولدي يتختن، وبغيت الوالده ديالي نكون بيها كما هي كانت بيا وكما هي رباتني وحسنت بيا. انا ولدتنا السيده حنا جوج توام وعطاتنا، وزاتني هي ملي رماتني الاخرى، هزاتني هي ورباتني وضربت عليا تمارة وما تخلتش عليا بصفة نهائية، لدرجة أن دازت عائلتها على ودي. حتى أنا دابا بغيت نكمل معاها هكاك ونبقى مرضية معاها حتى الأخير يوم من عمري ولا من عمرها، ما عرفنا شكون السابق. المهم هاد الشي اللي بغيت أنا دابا، وهاد مالين الدار هادو بغيت نتفاك معاهم بالتي هي أحسن. دابا أنا كنشر الحوايج هنايا عندي في الدار، أنت كتشوف بعينك، لأن كنشرهم في السطح ولو كيقطعوا لي الحوايج ديال ولادي وكيرميو ليا جافيل على الحوايج. كنهبط الحوايج كنلقى لي كحل ولي زورق رجعوا بيضين ومقطعين. صافي وليت كنشرهم هنا ما ينشفوش دغيا، وحوايج الدراري ما بقاوش عندي بزاف لان حتى هما بعت منهم، لدرجه ان الدراري ما كيصيبوش ما يلبسوا، صافي كنخليهم يبقاو هكاك غير بشورت وصوفيت ما في الدار. صافي ولادي دابا، غير ولدي البارح قال لي ماما بغينا شي حاجه بارده، قولي غير الجاره تعطينا قرعه الماء بارده. قلت ليه لا، لان هادو اللي كاينين كاملين هنايا يعني من عند مول الدار، ما بغيتش نحرج راسي وصافي، ما بغيتش نحرج راسي نقولها لهم. دابا كيقول لي هو خرجي والله يسامح لك في داكشي اللي كتسال، غير خرجي. ولكن انا غادي نخرج، ما عنديش انا باش نمشي شي بلاصه اخرى نكري فيها. واللي كتمشي عنده كيقول لك شهر ديال التصبيق، شهر ديال الضو والماء، وعاد كتخلص الشهر ديالك. وكيفاش غنديرها انا نمشي شي بلاصه نكري فيها؟ كيفاش غادي ندير؟ راجلي ما غاديش يقدر بوحديته، لان الحمال مره جالس مره لا. مازال انا كندير الحلاقه بحال هكا، كنمشي للديور كندير الحلاقه، كنخرج مع النقافات، كنطيب، كندير الميناج، اي حاجه كنديرها ونضوبلها باش نجيب بالزيد، باش الا ما تمكنش هو نعاونو انا. لان من الاول حنا دابا 20 عام ديال الزواج الحمد لله هكا بدينا، والحمد لله راضيه بقضاء الله وعايشه احسن ما يرام. فاهمين انا وراجلي الله يعمرها دار، ولد الناس وحاس بيا وهزني في هاد المرضى ديالي، ما تخلاش عليا. وش غنقول لك، انا ما كنتش، انا ملي كنت دوزت في السبيطار شهر برجلي كنت شفت شي بعض النساء تمايا رجالات وما كيجيوش عندهم وتخلاو عليهم، وكنت مخلوعه كنقول دابا انا يتيمه وما عندي حتى شي واحد
ويا ترى رجلي واش غيتخلى عليا ولا لا. الحمد لله ملي جيت انا في الفراش كيجيب لي ناكل في الفراش، كيغسل ليا، كيصبن حوايج ولادو، كيعاونني. حتى انا دابا ما كرهتش نرجع نخدم على ولادي كيف ما كنت. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.